اخواننا سائقين مركبات يلتزمون بالقانون. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ شنو مخالفتك؟ اني؟ ايه بعد تعرفه؟ اي صديقي. صديقك؟ بس الحزام عاطل من يجي. يعني صديقه وراسا اول شيء قال المخالف. اي نعم. اوكي، بعد عندك مخالفات؟ الا الحمل. بعد؟ ما اعرف الصراحه. ما تعرف؟ اجازتك؟ اجازتي موجوده نعم. دقق لي اياها. شنو؟ أتفضل. خصوصي لو اجره؟ عمومي لو اجره؟ عمومي. عمومي. شنو مخالفته؟ هو قال انه مخالفته الراكب ما مرتدي حزام الامان، حموله بعد عنده مخالفه. التضليل، الستار اللي كنت مخليهن، ايه، والرقم اللي ما مبين من يمك ليش؟ الرقم غير واضح. يعني لا سمح الله اذا سويت حادث لا انا ولا الكاميرا نقدر نشوف رقمك، ويروح اللي لا سمح الله اذا واحد اندهس يروح حقه. زين، مع هذه المخالفات نعم. واحنا نجي نحاسب. نعم طبعا انت راح تمتعض. طبعا. والضوج. لا ليش اضوج؟ بالعكس هذا حقكم. هذا حقنا. نعم. زين، احنا غايتنا هو خدمتكم، ليش ما تلتزم بالقانون؟ ليش ما تنتبه كسائق مركبه على هاي التفاصيل؟ شنو الصحيح؟ كل المخالفات تتعدل، شنو الإجراء تاخذوه فيما يخص أي، طبعاً نعرف أنه أكثر من مخالفة ما يمكن فرض عليها، لكن يتم فرض على الأشد. اللوحات. عدم وضوح اللوحات، إحنا راح نتخذ الإجراء القانوني ونتمنى لك كل الصحة والسلامة، شكراً جزيلاً.